ناخذ سميرة من مدينة الدار البيضاء. الو السلام عليكم سميرة. الو السلام عليكم، كيدايرك اختي؟ اللهم لك الحمد. لاباس عليك. الله يبارك فيك. ليك وتحية للبرنامج. بارك الله فيك. وكنتمنى الشفاء للاخت دنيا. الله يبارك فيك. تبارك الله على فاطمة اللي ديما كتعطينا وصفات جميلة. الله يبارك فيك. شكرا لكم كاملين لكل يعني. اسمحي لي وخا انا ما نكافكش فيها. لا لا ماشي مشكل. شوية عليك. مرحبا. الله يبارك فيك اختي، الله يبارك فيك. عندي الحرشة بماي زينة. حرشة بماي زينة. بماي زينة. نعم اختي. كنديرو نص كيلو سميدة رقيقة. نص كيلو. وكاس سميدة رقيقة. سميدة رقيقة. كاس الزيت. كاس الزيت. كاس السنيدة. كاس السنيدة. واحد خميرة الحلوة. خميرة الحلوة. جوج بيضات. جوج بيضات. واحد لافاني. فاني. ولا فانية. واحد فانية. والخشوة اللي غنديرها في الوسط كنستعملو نصف لتر الحليب. نسيتو الحليب. عاودي ليا. نسيتو الحليب. وربعة المعالق ديال المايزينة. ربعة المعالق مايزينة. وربعة المعالق ديال السكر على حسب الذوق. السقوة كنديرو فيها جوج كيسان ديال الليمون. السقوة إلا ما كانش نديرو ديال البكية. جوج كيسان الليمون. مع عود القرفة والسكر، شوية السكر. عود القرفة والسكر. كنديرو السميدة، نديرو مع المواد الجافة هي الأولى. عاد كنديرو البيض ونجمعو بكاس ديال الزيت. بعد ما يجمع. والزيت. كنجمعها بالزيت. من بعد ما جمعناها. كنقسموها على جوج. نقسموها على جوج. كناخدو هذيك المقلة ديال الوجدة. أييه ناخدو مقلة. كناخدو القرصة الأولى كنبسطوها في الوسط على شكل بغريرة. على شكل بغريرة. وكنمشيو نصوبو هذيك مايزينة اللي فيها الحليب. كنصوبوها حتى كتعقد وكنرميوها من الوسط ديال هذيك القرصة اللي حطينا الأولى. يعني كنحطوها عليها في الفوق. كنشرحوها على البرصة الأولى على شكل دائرة. من بعد كنشدو هذاك الشيء اللي بقى لنا ديال السميدة كنبداو نفرتوه من الفوق بيدينا. نفرتوه ماشي نديرو قرصة. لا ما كيتبسطي. لا كنفرتوه من الفوق باش غتجي لنا مشوكة. اييه. من بعد صافي كترميها في الفران. كترميها في الفران هي كدي بوحدها. ملي كتخرج كنسقيوها. خاص السقوة تكون باردة، إلا كان المقلة سخونة السقوة تكون باردة. أييه السقوة ديال الليمون مع العود ديال القرفة والسكر. والسكر. صافي وكنخليوها نيت في المقلة حتى كتبرد، دخلها الثلاجة. ما خصهاش تقطع هذيك الساعة لأنها ما غاديش تهز. السميدة غتشرب وهذوك جوج كيسان ديال الليمون يتكبوا كاملين. ما تخافي والو خا تبان لك ساردة راه غادي تشرب كل شيء. وكتجي رائعة زعما والله العظيم غير جربوها كتجي زوينة. شكرا لك. شكرا لك. عندي البشاره لا دغيا زوينه معنا لاله بشرى من وجده ما بغيناش نقطعوا على الخط حيت قربنا انا نساليو هذه الفتره. شكرا لك لاله سميره. تواصلي معنا غدا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك لاله.